السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في رمضان، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. في الفترة الجاية كده، عشان إحنا بقى طبعا الوقت وكده الواحد مش هينفع يقعد بقى ننتج ونضيع رمضان، فإحنا إن شاء الله هنحاول نفلوج حاجات كده في السريع كده، نتكلم عن رمضان في ماليزيا، تشوفوا بقى الأسواق والحياة في ماليزيا عاملة إزاي في رمضان. يا رمضانك يا مصر طبعا مختلف تماما رمضان في الدول العربية والحاجات دي، صراحة الروح هنا مش هي خالص يعني، بس في شوية حاجات كده جديدة الواحد صراحة شافها عجبته جدا يعني. فان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي، هنتكلم عن كل حاجة في رمضان، وهننزل بقى ونشوف الاكل والشرب ونتنطط يعني. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك لصفحة الفيسبوك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. مش هوصيكم بقى يا جماعة.